بكم مشاهدينا الكرام إلى حديث خاص. فعلتها الولايات المتحدة إذن ونقلت سفارتها إلى القدس المحتلة في وقت ارتكبت فيه قوات الاحتلال مجزرة شرقي قطاع غزة. نسأل عن خيارات السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وعن مستقبل المصالحة الفلسطينية المتعثرة، إضافة إلى مواقف الدول العربية مما يحصل في فلسطين ومن صفقة القرن التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة. ضيفنا رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الأستاذ خالد مشعل. أهلا بك سيد مشعل. سيد مشعل، الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا قطاع غزة شهد أكثر الأيام دموية منذ انطلاق مسيرات العودة. الجانب الإسرائيلي قوات الاحتلال واجهت المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي. ما دلالات هذا التصعيد برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. لا شك بالأمس كان هناك جريمتان، واحدة على الأرض ارتكبتها إسرائيل ضد شعب أعزل أراد أن يعبر عن غضبه جراء الحصار الظالم عليه منذ 11 عاما وجراء حرصه على أن يمارس حق العودة إلى القرى والمدن التي أخرج منها منذ عام 48، وأن يعبر عن غضبه مع بقية شعبنا في الداخل والخارج على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. هذه الجريمة التي سقط فيها عشرات الشهداء، آلاف الجرحى، منهم أطفال، منهم نساء، منهم كبار بالسن، بل طفلة رضيعة لقيت حتفها نتيجة هذه الجريمة الغادرة. وفي ذات الوقت الجريمة الأمريكية بنقل السفارة إلى القدس، جريمتان في يوم واحد. التصعيد الإسرائيلي هو يعبر عن حالة القلق الدفينة عند إسرائيل التي لا تحب أن ترى ضحيتها تذكرها بأصل القضية، بحق العودة، بالاحتلال، بموضوع الحصار. وكون شعبنا في غزة لجأ هذه إلى الفكرة الإبداعية منذ 6 أسابيع وهي المسيرة الكبرى للعودة بطريقة سلمية، فإن ذلك أقض مضاجع إسرائيل، لأن ذلك سيكشفها، سيعريها أمام العالم. فكانت في حالة من الارتباك والانضغاط وهي في حيرة من أمرها، إن سمحت للجموع أن تمر هذا إرباك لها، وإن قتلتها بدم بارد كما فعلت هذا يعريها أمام العالم. وهي ارتكبت الجريمة في جميع الأحوال، لكن شعبنا في جميع الأحوال هو المنتصر. فما جرى بالأمس هو جريمة إسرائيلية تضاف إلى جرائمها، وتعبير عن حالة الفزع من صحوة هذا الشعب المستمرة وإصراره على حقوقه وعلى نضاله بكل الوسائل. سيد مشعل، هل تحاول إسرائيل استدراج حركة حماس وقطاع غزة لحرب جديدة اليوم؟ نعم، هناك رهانات عديدة. من عاقب غزة بالحصار والتجويع كان يراهن أن تنفجر الأوضاع في غزة ضد السلطة الفعلية وهي سلطة حماس، رغم أنها مدت أيديها من أجل المصالحة. وكان البعض يظن أن حماس ستندفع إلى الأمام بتفجير المعركة مع إسرائيل، وكانوا يظنون أن حماس محصورة بين هذين الخيارين. فإذا بالعقل الفلسطيني المبدع والإرادة الحديدية عند شعبنا تفاجئهم بمسيرة العودة الكبرى السلمية، هذا كان خارج توقعاتهم وحساباتهم. حماس واعية، القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في غزة واعية، لا أحد يريد الذهاب إلى حرب، إلى تصعيد. نحن لسنا بصدد حرب، نحن حركة مقاومة، نحن شعب يقاوم، يسعى للتحرير، يسعى لتحقيق تطلعاته وأهدافه الوطنية، لكن إسرائيل هي التي تريد أن تقرر شكل المعركة، سواء كانت تصعيدا عسكريا، استمرار للخنق والحصار، أو أن تضرب المدنيين العزل كما جرى بالأمس وفي الأسابيع الماضية. طيب، تقولون بأن حركة حماس لا تريد أن تنجر إلى حرب تحدد توقيتها إسرائيل. ما الخيارات التي تبقى أمام حركة حماس في أكثر من 61 شهيدا وقعوا بالأمس؟ أي خيارات أمامكم، وما هي خيارات الشعب الفلسطيني في ظل هذا التصعيد، تصعيد العنف الذي استعملته إسرائيل؟ نسأل الله الرحمة للشهداء والعافية للجرحى، وأن يسلم الله شعبنا في كل مكان.
هذه مسؤولية ليست حماس وحدها، مسؤولية الشعب الفلسطيني وقيادته والقوى الفلسطينية المختلفة. هذا تحدي أمامنا، كيف نواجه الاحتلال، الاستيطان، كيف نواجه جريمة الأمس والجرائم التي سبقتها، كيف نواجه ما جرى في القدس. هذه تحديات كبيرة. الخيار الطبيعي والمنطقي أن نذهب إلى وحدتنا الوطنية وأن ننهي الانقسام وأن يبادر الأخ أبو مازن إلى رفع عقوباته عن غزة وأن نتوحد ميدانيا وأن نستعيد أوراق القوة التي نملكها. نحن من زمان قلنا مستعدون في حماس رغم امتلاكنا للسلاح وجاهزون لكل الخيارات، لكننا مستعدون للمقاومة الشعبية في غزة والضفة مع جميع قوى شعبنا، لكن للأسف ليس هناك إجماع على ذلك من جميع الأطراف. هناك من يعرقل، هناك من ليس مستعدا أن يدفع الثمن. أعتقد بعد ما جرى في القدس وفي غزة بالأمس، في هذا اليوم الأحد الدامي، آن الأوان أن نقرر، أو يوم الاثنين عفوا، أن نقرر معا الخيار الذي هو ملكنا الوحيد. ونحن نستطيع أن نفشل الخيار الأمريكي والخيار الإسرائيلي من خلال خياراتنا الوطنية. من يعرقل؟ يعني أنا أحول لك السؤال الذي طرحته أنت، كيف يمكن المواجهة ومن يعرقل؟ هل من الداخل من يعرقلون أم قوى إقليمية ودولية تعرقل توجهاتكم للمصالحة؟ في الماضي كان التدخل الخارجي هو الأكثر تأثيرا على إعاقة المصالحة من خلال وضع شروط الرباعية وتهديد السلطة بالعقوبات ووقف الدعم عنها إن هي ذهبت للمصالحة. لكن بكل أمانة التأثير الخارجي لم يتوقف، لكنه تراجع. العامل المعيق تقديري، وللأسف وهذه ليست اللحظة التي يعني نفضي فيها بهذه الحقيقة، لكن هي الحقيقة المرة، أن العوامل الفلسطينية الداخلية هي التي باتت تعيق المصالحة. وأنا عندي المسألة واضحة، المفتاح الأساسي هي الشراكة الوطنية. أما إذا اعتقد طرف أنه يريد مصالحة بين غالب ومغلوب، واحد يده هي العليا والآخر يخضع له، هذا منطق لا يقبله أحد. كلنا إخوة، أصحاب قضية، شركاء في الوطن، نحن ضحايا الاحتلال، كلنا مستهدفون، لا أحد سيفوز وحده، وبالتالي المنطق أن نذهب إلى شراكة وطنية في القرار السياسي والقرار المقاوم الميداني، أن نبني منظمة التحرير والسلطة معا، وأن نذهب إلى الانتخابات وصناديق الاقتراع، ثم نمارس الشراكة في كل مفاصل القرار السياسي والمقاوم، وأن ندير معركتنا مع الاحتلال معا على الأرض، وندير علاقاتنا ومعركتنا في الفضاء العالمي لملاحقة إسرائيل معا. هذا هو الخيار. أبو عمار الله يرحمه كان يراهن على أوسلو، ولكن عندما وصلت أوسلو إلى طريق مسدود انعطف إلى شعبه والتم مع شعبه في انتفاضة عملاقة عام 2000. المطلوب من القيادة الفلسطينية أن تفعل ذلك اليوم، وحماس وجميع الفصائل مستعدة لذلك. طيب، يعني هل هنالك ضغوط تمارس على حركة حماس من أجل مصالحة تكون فيها حركة حماس هي الخاسر الأكبر؟ هناك من يراهن اليوم بأن الضغوط ستتصاعد، ويعني تحاول السلطة الوطنية الفلسطينية استنساخ ما يجري في الضفة الغربية داخل قطاع غزة، وذلك على حساب سلاح الفصائل الفلسطينية. من إن كانت موجودة هذه الضغوط، من يمارسها؟ أنا شخصيا لا أعتقد أن الضغوط الخارجية هي التي تحدد مواقف الإخوة في رام الله فيما يتعلق بعلاقتهم مع غزة ومع حماس. بالعكس، بلغني أن هناك من يقول لهم لا تفجروا الأوضاع في غزة. يعني الضغوط الخارجية نعم موجودة بشأن صفقة القرن، والجميع يعلم أنه مورست ضغوط على القيادة الفلسطينية، وحسنا فعلت أن القيادة الفلسطينية رفضت هذه الضغوط. لكن يعني ما دمنا موحدين في رفض صفقة القرن وفي التصدي للقرار الأمريكي المتعلق بالقدس وللسياسة الإسرائيلية القاتلة في غزة وسياسة الاستيطان، فمن باب أولى أن نلتم على بعضنا البعض، أن نوحد صفنا بمنطق الشراكة الوطنية، أن نعمل معا وأن نتحمل المسؤولية معا ونفوز وننتصر معا إن شاء الله. هل الوحدة الفلسطينية إن تحققت هي كافية وحدها في التصدي لما يعرف بصفقة القرن اليوم؟ ما هو تقييمكم لمواقف الدول العربية وحقيقة هذه المواقف؟
صفقة القرن نهزمها الخطوة الأولى وحدة الموقف الفلسطيني عليها. وأنا أقول لك يا أختي الكريمة بصراحة، لو العالم كله أجمع على صفقة القرن ورفضها شعبنا الفلسطيني بقيادته وقواه وفصائله المقاومة والمناضلة، فلن يستطيع أحد أن يمرر صفقة القرن، لا إسرائيل ولا الإدارة الأمريكية ولا أي طرف إقليمي أو دولي. هذا أولا. لكن الرفض الفلسطيني وحده لا يكفي، وحدة الصف الفلسطيني بعد هذا الرفض مطلوبة لترتيب بيتنا الفلسطيني كما قلت، لنصدر عن استراتيجية واحدة، رؤية واحدة، وقرار واحد. ثالثا هو أن تكون لدينا أوراق قوة على الأرض وعلى رأسها المقاومة، ونحن جاهزون لكل أشكال المقاومة المسلحة والشعبية. وإذا كانت الأغلبية من القوى الفلسطينية والقيادة الفلسطينية يرتضون المقاومة الشعبية، نحن أيضا جاهزون لها، وما جرى في غزة إبداع في هذا المجال. الأمر الرابع هو إدارة الموقف مع عمقنا العربي والإسلامي والإنساني. أنا أعتقد أن معظم هذه الأطراف ضد صفقة القرن. نعم للأسف هناك أطراف عربية لسنا الذين تحدث عنهم، نتنياهو تحدث عنهم، ترامب والفريق في البيت الأبيض هم الذين تحدثوا عن بعض الأطراف العربية التي تسوق لصفقة القرن، أو قالت كلاما لينا أوحى للأمريكان والإسرائيليين بأنهم يوافقون عليها. قيل أنهم مارسوا بعض الضغوط على السلطة في رام الله. أنا قلتها في الماضي وأقولها اليوم على هؤلاء أن ينفوا عن أنفسهم هذه التهمة. نعم في القمة العربية الأخيرة جرى تعبير عن موقف معقول، لكنه لا يكفي، نريد أن يترجم، لأن بعض التصريحات وبعض الخطوات خاصة الفترة الأخيرة، تغريدات بعض المسؤولين العرب، مشاركة بعض الدول في برامج رياضية تحت العلم الإسرائيلي، كل ذلك يشير إلى خلل، وهو ما يراهن عليه نتنياهو وترامب. ولكن أنا أقول هؤلاء نعم قد تكون طعنة في ظهرنا، ولكنهم لن يؤثروا على صلابة الموقف الفلسطيني. طيب. الذي سيبوء بالخسران هو الذي ابتعد عن الموقف الفلسطيني والوطني والعربي والإسلامي الشريف. من هؤلاء؟ يعني بيان مجلس الوزراء السعودي يقول أو يدين نقل السفارة الأمريكية، بينما في كلام من ولي العهد يقول فيه أنه يحق للشعب اليهودي أن يعيش على أرضه بسلام. وزير خارجية البحرين يقول أنه يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها. عن من نتحدث؟ من هي هذه الدول التي رفعت الغطاء عن الشعب الفلسطيني إن صح التعبير؟ أنا سأتحدث عن الحقائق، واسمحي لي ألا أتحدث عن الأسماء، لأن أنا أتكي على الوعي الجمعي عند المستمع والمشاهد العربي والإسلامي من حولنا. الحقائق أن هناك نعم من ظن في البداية أنه يستطيع أن يوجد مناخا لصالح صفقة القرن، وأنه يستطيع أن يمون أو يضغط على الفلسطينيين، وظنوا أن مثل هذه المسألة قد تمضي، ولكن اكتشفوا صلابة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي تجاه رفض صفقة القرن، وأن المزاج العام في المنطقة، المزاج الشعبي والحزبي والقوى السياسية ترفضها، وأن معظم الدول العربية ترفضها. لذلك حصل هذا الارتباك الذي أشرت إليه بأن تكون هناك مواقف معلنة إيجابية وهناك مواقف أخرى ليست كذلك، حصل هذا الالتباس. هذا عليه أن مطلوب أن يعالج من الأطراف التي يشير لها ترامب ونتنياهو بإصبع الاتهام أو إصبع الإقرار بأن هناك من يدعمهم. إنما الموقف الفلسطيني واضح، وأعتقد وأظن يعني التاريخ يعطي هؤلاء رسالة مهمة، ما لا يقبل به الفلسطينيون لا يستطيع أحد أن يفرضه أو يمرره. نحن نعم الحق الفلسطيني هو حق للأمة كلها وهم شركاء معنا، ولكن لا أحد يستطيع أن يتجاوز القرار والموقف الفلسطيني. طيب سيد خالد، ما الذي طلب من حركة حماس في مصر؟ كان في استدعاء السيد هنية إلى مصر، اجتماع دام مع مدير المخابرات المصرية لساعد، ما الذي طلب منكم في ذلك الوقت؟ هو ليس استدعاء، الأخ أبو العبد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة دعي أكثر من مرة للقاهرة واستجاب في مرات سابقة،
وكان هناك دعوة قبل ذلك وكانت الظروف غير مواتية. ذهب الأخ أبو العبد وبعض إخوانه في القيادة إلى مصر، وكأنت تعلمين أن 6 أسابيع من هذه المسيرة الكبرى للعودة وهذا الإصرار الفلسطيني مع العته والسفه الإسرائيلي الجريمة الإسرائيلية، كان هناك قلق أن تتطور الأحداث، وجرى حديث حول هذه المسألة، وقيادة الحركة أوضحت للإخوة في مصر كما أوضحتها للجميع، نحن لسنا بصدد التصعيد لكننا مصرون على الحق الفلسطيني. يعني هذه المسيرات الكبرى في غزة كما هي الفعاليات في المناطق الأخرى تعطي 3 رسائل واضحة. أولا، لا للحصار، يكفي 11 عاما من الحصار والموت البطيء في أكبر سجن في التاريخ ل2 مليون إنسان في غزة. ثانيا، نحن لا نقبل تهويد القدس ومصرون على أن تكون هي حقنا وعاصمتنا الأبدية، ونرفض وندين الموقف الأمريكي بنقل سفارة أمريكا إلى القدس. الأمر الثالث، هذه الأرض التي نحن على بعد كيلومترات قليلة منها، هذه أرضنا. 70% من سكان غزة لاجئون، جاءوا من قرى ومدن في العمق الفلسطيني عام 48، وبالتالي في ذكرى النكبة بعد 70 عاما يريد هؤلاء أن يذكروا العالم ويذكروا اللص الإسرائيلي أنها هذه أرضنا، نريد أن نعود إليها بطريقة سلمية، نعبر السلك والحدود، نعبر من الوطن إلى الوطن. ولكن إسرائيل طبعا لا تريد لأحد أن يذكرها بهذه الحقائق، لأن نفسية المجرم واللص لا يريد أن يرى ضحيته يرفع هامته بعنفوان ويقول هذه أرضي. سيد مشعل، يعني اعترضتم على كلمة استدعاء، سأستعمل كلمة تمني في هذه المرة، هل كان في تمني من قبل السلطات المصرية على حركة حماس لوقف المسيرات التي تجري في قطاع غزة؟ لا أظن أحد طلب من حماس أن توقف مسيراتها، بكل أمانة أقول هذا، لا أحد. إنما عادة الحديث مع أي طرف آخر يكون في الحديث عن القلق من مآلات ما يمكن أن يحصل على الأرض، أما لا أحد يستطيع أن يقول للشعب الفلسطيني أوقف مسيرتك الشعبية للتعبير عن حقوق لرفضك للحصار. هذا باختصار هو ما يجري، وأعتقد أنه القيادة الحركة والقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين وفي غزة الذين يعني وقفوا داعمين لهذا الحراك الشعبي لديهم مسؤولية عالية، هم يريدون إرسال رسائلهم بقوة ومطالبة بحقوقهم، وأعتقد آن الأوان أن يقف العالم أمام مسؤولياته بإنهاء الحصار عن غزة. لا يمكن أن يقال ل2 مليون إنسان في غزة ظلوا تحت الحصار ولا تفعلوا شيئا. اليوم بالأمس كان هناك يعني يوم دامي وإصرار على عبور الحدود، وهذا ربما يتكرر في أيام وأسابيع قادمة. هذا هو الحق الطبيعي، وعلى العالم أن ينهي الحصار عن غزة أولا، وأن ينهي الاحتلال والاستيطان والجريمة الإسرائيلية عن شعبنا، وأن يسمح ويمكن ويعان شعبنا على تقرير مصيره، وأن يعيش بدون احتلال في دولة مستقلة ذات سيادة حقيقية. سيد مشعل، بالعودة إلى اللقاء الذي جرى في مصر مع السيد هنية، في معلومات ترددت أنه سمع في ذلك الوقت يعني نقل لرسائل إسرائيلية عن تهديد القيادات الحمساوية في حال استمرت المسيرات، ما دقة هذه المعلومات؟ لا أحد أبلغنا بهذه الرسائل. نعم، بعضها ذكر في الإعلام والإسرائيليون قالوها عبر وسائل الإعلام، هم لا يترددون في قولها، لكن هذه لعبة تنفع مع غيرنا. يعني الشعب الفلسطيني يعيش كل يوم ملحمة قتل وحصار، يعني وهو يموت بكل الأشكال بما فيها الموت البطيء، فليست حماس ولا شعبنا من يخوف بالقتل. أبشر بطول سلامة يا مربعه، هذه قصة تجاوزها شعبنا جميعا، أطفاله قبل رجاله وقبل شيوخه، وحماس يعني وضعت أرواحها على أكفها وهي تتقدم الصفوف مع بقية القوى الفلسطينية ومع شعبها، هي تلتحم مع شعبها بطريقة سلمية عظيمة مع أنها قادرة على الفعل العسكري، لأنها تريد أن تعطي رسالة واضحة للعالم. فأما التخويف الإسرائيلي فهو خلف الظهر، بدليل أن إصرار شعبنا بالأمس كان واضحا على المطالبة بحقوقه.
هو مصير هذه المسيرات سيد مشعل؟ هنالك من تحدث يعني تلميحا، السيدة موغريني تحدثت بشكل صريح بأن حركة حماس تستغل هذه المسيرات لإظهار بأنها لا تزال قادرة على تحريك الشارع الفلسطيني، وأن الحاضنة الشعبية لحركة حماس لم تتأثر رغم سنوات الحصار الطويلة التي يعني عرفها قطاع غزة. للأسف هذه التفسيرات من أناس يتسلون، هم لهم مواقف لا بأس بها في إدانة الموقف الإسرائيلي، ولكنهم لا يكملون الصورة العادلة ويتسلون ببعض التفسيرات، يعني وكأن حماس تعيش حالة افتقار لشعبية أو شرعية. حماس عندها شرعية نضالية، فهي منذ 30 عاما تقود مع فتح والقوى الفلسطينية مسيرة النضال. حركة حماس عام 2006 فازت بالأغلبية في المجلس التشريعي. حماس لديها شعبيتها على الأرض ولها عمقها العربي والإسلامي والإنساني. حماس مش مقطوعة من شجرة، حتى هي تقوم بهذه الفعاليات لتثبت أنها ليست مفتقرة إلى الحاضنة الشعبية، إنما حماس وكما هو شعبنا لديهم مخزون لا ينتهي. ما هو مستقبل هذه المسيرات؟ باختصار هذه مسيرات ستستمر بأشكال مختلفة من غزة ومن الضفة ومن 48 وفي الشتات، وندعو أمتنا جميعا وأصدقائنا في العالم أن يقفوا معنا. هذا أولا، خاصة في ذكرى النكبة وفي ذكرى أو في بيئة النقل السفارة الأمريكية وما يجري بشأن القدس وفي ظل الجريمة على أرض غزة. هذا أولا. ثانيا، المخزون الفلسطيني كما تستدعيه الذاكرة الفلسطينية يشير أن شعبنا يفاجئ الأعداء والأصدقاء والأقرباء والجميع أنه قادر أن يبدع في كل مرحلة بما يناسبها. هو منذ 100 عام، من ثورة إلى ثورة ومن انتفاضة إلى انتفاضة ومن مقاومة وعمل فدائي وعمليات استشهادية ومقاومة شعبية والحجر والسكين والمولوتوف، يعني الرسالة الأساسية لسنا نملك لونا واحدا. إذا في لون وصل إلى حد معين في الإنجاز، هناك ألوان ستضاف إلى مسيرة النضال. عرجتم أكثر من مرة على المواقف الدولية، اليوم في مطالبات دولية بإجراء تحقيق مستقل فيما يتعلق بأحداث غزة، كيف يمكن البناء على هذه المواقف؟ بريطانيا دعت إلى تحقيق مستقل، ساندتها في ذلك ألمانيا، بلجيكا أيضا دعت إلى تحقيق مستقل، كيف يمكن البناء على هذا؟ وهل يعني يمكن التعويل على إجراء تحقيق جدي بالنظر إلى التجارب السابقة؟ اسمحي لي أقول هذا لا يكفي. نعم، أنا أقدر المواقف الأوروبية والدولية التي رفضت أن تشارك في الحفل الآثم في القدس حول نقل السفارة، هذا يحسب لمن قاطعه. من أدان القتل الإسرائيلي ولو بعبارات ضعيفة برضو يشكر على ذلك، خاصة بعض المواقف العربية كالكويت وقطر و تركيا وغيرها من الدول، هناك دول كثيرة أخذت مواقف جيدة، ودور الكويت في الأمم المتحدة في مجلس الأمن. ولكن من يدعو إلى موضوع التحقيق، أولا كما قلت التجارب السابقة غير مشجعة، ثانيا اليوم لسنا قبل 30 أو 40 عاما، اليوم مسرح الأحداث في غزة يعرض لايف أمام كل الكاميرات، والجميع رأى أن المسيرة الفلسطينية سلمية، عوائل، شيوخ، أطفال، شباب، الذين استشهدوا بالأمس 8 أطفال، 220 جريح من الأطفال، حوالي 86 امرأة جريحة، يعني هذه ثورة شعبية سلمية. الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق، لكن للأسف حالة النفاق هي التي أو العجز، يا نفاق يا عجز، يدفع البعض على المسرح الدولي إما أن يوزع التهمة بين الطرفين أو يقول لك خلينا نروح لتحقيق. الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى أن تلجم أداة القتل الإسرائيلية وأن يؤخذ على أيدي الكيان الصهيوني ليوقف جريمته من ناحية،
ثم لينسحب من أرضنا وليسلم بالحقوق الفلسطينية. شكرا لك رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الأستاذ خالد مشعل. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.